الساعة 8 الصبح صارت 8 يعني. يعني أنا خلاص من الحج. كنا نائمين قاعدين بالفرشة ما سمعنا غير الصاروخ نازل علينا. شلون فزيت؟ شلون صحيت؟ شلون فزيت؟ أمت الولد الطفل عمره يومين وابني عمره 5 سنين وبنت عمرها 10 سنين استشهدت وبنت أخي كمان نفس الشيء ومرتي. يعني شلون شلتهم؟ شلون طالعتهم؟ ما بعرف. تحت الردم. الله يزيل الشباب اللي ساعدوني وكل العالم. يعني ما قصرت حوالي. يعني شو نحن قاعدين بجبهة النصرة ولا شو؟ مع اساس هدنات وما هدنات عاملين لنا ومدري شو، نحن قطاع المرج وقاعدين بامان الله. الساعة 8 الصبح، يعني واحد بيكون نايم صاروخ نازل فوق، شلون بده يفز؟ وين بده يهرب؟ الله يجزيكم خير.